قررت الفنانة الإماراتية أحلام الابتعاد لمدة شهر للاستراحة بعد فترة طويلة من النشاط الفني والكليبات المتنوعة لأغاني ألبومها الأخير. ونشرت أحلام صورة لها عبر صفحتها وعلقت عليها: مساء الخير حبيبي، قررت أن أخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام قبل بدء موسم حافل بإذن الله أول شهر شتنبر. اللهم إني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك، أستودعكم الله. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر أحلام متمنين لها عطلة سعيدة، وتساءلوا عن وجهتها والمكان التي اختارته لعطلتها، خاصة وأنها وضعت إيموجي لطائرة في إشارة منها أنها تنوي السفر والاستجمام في عطلة الصيف. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.